وهسه تقول لنا البنيه تقول ماكو مكيف، تقول لنا ماكو مكيف، انا شلون اشتغل؟ مكيف شنو؟ والله ما ادري، تقول ماكو تبريد يعني، اي تقول يقول ما شغل على التبريد، عايف غرفتها جاينا هسه انا الاخت الولد ما عنده عمليه عنده حاله طارئه. زين تعال اخوي. زين شنو التبريد هاي شنو؟ السلام عليكم. ما اعرف هي غرفتها. عليكم السلام. هي غرفتها هناك، اروح اسال عليها اسمها وفاء، يقول لي روح دور وفاء. صار لي ساعه افتر انا بالغرفه ادور على وفاء، من هي وفاء؟ اخر شيء كانت تقول لي هنا قمنا نشتغل، هو هنا الرجال فقط. اجيتها هسه كانت تقول خلي يخلصون الرجال، يا بنت مو غرفتك هناك مال النساء. تقول لي اي والله انا شد لنا مكيف اروح اشتغل لك هناك. شد مكيف؟ اي شد لنا مكيف. بس خليك وياي ندق على رقم الشكاوى. ما عندي طاقه، اي يفتحون خلاص صار ساعه يدق عليهم الولد. السلام عليكم. نعم. شلونك استاذ العزيز؟ اهلا وسهلا. احنا قناه الفلوجه الفضائيه. ربيع عزك، احنا متواجدين بالمستشفى وكو ناس دا تخابر اكو شكاوى على قواطع هنا عندكم وغرف عندكم، ناس دا تشتكي. تدق عليكم ما حد يجاوب. يا مستشفى هسه انت مو دقت علي شلون بنجاوب؟ هسه الناس هاي واقفين يمي دا يسمعوني يقولون هاي الاخ وياك. الله يساعدك حبيبي. انا اخويا احنا عندنا تخطيط وعندنا اشعه، التخطيط بدنا نسال عليه تخطيط النسائي، يقولوا لنا تروح لبنيه اسمها وفاء، نروح للغرفه غرفتها مقفوله، تدور عليها من غرفه لغرفه، لقيتها يم الاستشاريه تقول ايه هنا نشتغل احنا. مستشفى الكرامه. مستشفى الكرامه. مستشفى الكرامه قسم المجاري البوليه. ايه بالاستشاره اجيتها هنا هسه بالتخطيط. بالتخطيط احاكيها ليش ما تروحين بغرفتك تشتغلين النساء والرجال هنا، عود تنتظرون الرجال تخلص. تقول لي والله روح شد لنا مكيف واحنا نشتغل. ها حبيبي اسمك؟ اسمي لو اسم المريضه تريد انت. اسمك؟ انا اسمي علي جبار جاسم، واسم المريضه سليمه نجم عبود. نعم. على التخطيط. اي على التخطيط. ممنون. ممنون حبيبي. التخطيط يعني هاي الغرفة يبدو انه اكو زخم عليها، والناس يكون اكو حاجة لان يكون اكو سرعة باخراج التخطيط، والمواطن العراقي بصورة عامة ومتعب ومنهك، فما بيحيل ينتظر بالمستشفيات، فيفترض ان يكون اكو يعني فد تهيئة لوضع المريض بمستشفياتنا. السلام عليكم. شلون تشمه؟ هلا يمه. هلا ما صار ايش قد وقت؟ صار تقريبا ساعتين هنا قاعده انتظر وماكو طبب وياه اللي يجي طب، واحنا يا معوده ماكو. هي مو غرفتها ساعتين حجيه. اي والله من زمان الصبح لسان هنا وتعبانه ما اقدر امشي. صحه الكرخ يفترض انه تراعون كبار السن. استاذ مسؤول الاعلام، ممكن بس نطب، ممكن انا نطب للناس الدائره؟ يلا تفضل. خلينا نشوف، اريد ندخل لهذا المكان ونشوف شنو موضوعه، يعني ليش ما تدخلون العالم ليش ساعتين؟ طيب هاي مو غرفتها، هاي غرفه من هاي؟ غرفه التخطيط الرجال. هاي هي غرفه التخطيط. طيب هذا عنوانه مكتب مدير الاستشاريه. ما اعرف هم غير دزونا لنا. هسه هو تخطيط لو مكتب مدير استشاريه يا صحه الكرخ يا مدير مستشفى الكرامه. هاي شنو هاي؟ هاي عندك قطعه تقول غير شكل. السلام عليكم. عادي يقدرون يحكون لو؟ السلام عليكم. شلون ايش عين دكتوره؟ منو اللي يحكي؟ هاني تفضل. الناس لا تسال، صار لهم ساعتين وثلاثه واقفين برا. زين الحجه صار ساعتين. هاي الحجيه قبل ربع ساعه جتي وقلت لها اقوى تخطيط رجال، لان الرجال هنا عندنا مجاز مكسوره رجله وانطيناه اجازه. تسمعني؟ انطيناهم اجازه، فمنو بديل يصير عنا؟ اي واحد من الاستشاريه الرجال الممرضين. عددكم ست. عددنا قليلين احنا. فهنا انا بقسم خست الاذن وعمليات الاي ان تي، فدي كمل القسم مالته وكان بالاداره مسؤولنا اجى يساعدنا بالتخطيط على الرجال. فحتى يروح يستلم شغله لازم يكمل عدد الرجال حتى يروح يستلم شغله الثاني. بين ما يكمل الرجال انا استلم النساء. العدد انا دا اسال عن العدد، ليش دا اسال؟ اكو رجال واكو نساء بغرفه واحده؟ هسه انا التخطيط بي عندي رجال عندي نساء. غرفه واحده بس الرجال قلت لك عليه مجاز، فيجيني اي واحد من موظف الرجال مجاز. اي مجاز. الرجال بديل؟ بديله
اي واحد من الاستشاري يجيب مكانه يشتغل، يا اما ابو العيون يجي، يا اما ابو ركين يجي، يا اما عبد الرحمن يجي. هسه ابو ركين مسؤولنا، هو بده يساعدني بده يشتغل بده يشتغل. مو اكو مكان ثاني؟ انا قريت القطعه مكتب مدير الاستشاري، اراولك اياها الغرفه، تعال حتى تصورها الغرفه. ست ما مكذبك، عفوا الغرفه مالتي صار اربع بس انا اقرا القطعه مكتب مدير الاستشاري. اي انا اخذت مالته الغرفه حاله استثنائيه، لان غرفه التخطيط اربع اشهر ما عندي بها مكيف يعني، والباب تنسد على الرجل. ما طلبتي وكتبنا مطالعه للمدير، والمدير مو مديرنا هسه، مديرنا السابق اللي كان يقول الله كريم يجوكم اهل الصيانه، اهل الصيانه يجون يصلحون المكيف ياخذوه. مستشفى لو صحه الكرخ، احنا مستشفى مستشفى. اي يجوني اهل الصيانه ياخذون المكيف مع غرفتي، ثاني يوم يرجعوا لي ما يشتغل على اساس صلحوه، اخذوا لي وراها بيومين هم اخذوا، يعني صار 10 مرات ياخذون المكيف يجيبوا لي مكيف وما مصلح، والغرفه ما تي نار يعني ما حد يقدر يتحمل هنا الغرفه اسدها على النساء. انا اسد الغرفه لان تعرف هاي حاله استثنائيه، والرجال هو يخطط الرجال. فالدكتور هنا أنا باي غرفه اشوفها اني فارغه بهذا اليوم اسحب جهازي واسحب السجل مالتي واشتغل المراجعين، حتى ما اوقف شغل المراجعين مال الاستشاريه. بس ماكو بديل؟ اكو فد غرفه ثانيه او ثالثه تتقسم؟ كلها بيها شغل، كلها بيها شغل، كلها بيها شغل، كلها الاستشاريه كلها الغرف مجمعه بيها شغل. يتحمل مسؤوليه هذا الخلل؟ اريده بصراحه، بصراحه غير مدير الاستشاريه، مدير المستشفى كلها، لان المدير لازم يحل هاي المشاكل مع المستشفى، مو احنا الممرضين. حتى لو جديد، حتى لو جديد ما مديرنا السابق يجي. السيد شاسب، الدكتور شاسب مدير صحه الكرخ، يفترض ان تكون لك وجود بهذه، وهسه احنا قفد شوي نتصل بالاعلام، نريد نشوف شنو هذا الموضوع. لابد ان يكون لك تواجد في هذه المستشفى، اول ما دخلنا لاول قاطع هذا المكان وهذه مشاكل الناس. يعني انت بس اسالك سؤال، انت مواطن، سمعت الست والدكتور سمعت كلامهم، مع احترامي لك ما يقتنع يجوز المواطن. انا ما اقتنع لان انا سالتها، لان انت لك حق والمواطن تحكمني. انت ما تحكمني روح شد لي مكيف، انا شنو اشد لك مكيف؟ ايوه انا شنو اللي دخلي عندك مكيف ولا ما عندك؟ انا شنو دخلي؟ انا رجاء انا مراجعه من الدام عندنا بالغرفه تقول الله يساعدكم على الحال ونشتغل. انا هاي وظيفتكم، انا مالي علاقه. انا هذا القصد، هو يقول لي احنا وظيفتنا نشتغل، احنا وظيفتنا نشتغل. يقول لك انت تاخذين راتب، هو مدبره غرفه بدي اشتغل لكم انا، ولانه اثنين في مكانين قطاعين، النساء والرجال في مكان واحد صعبه. عمليتها فوريه، عمليتها اليوم، الرجال يكمل السره مالت الرجال حتى يروح يستلم شغله الثاني، يعني هذا مو شغله الاساسي، هذا كمساعد الي. احنا بس وقلت له انا استلم النساء ورا ما يكمل، لان الرجال خطيه من الصبح واقفين. خلي بس نطلع الغرفه حتى لا نضايقكم، احنا اسفين دخلنا وراح نتواصل مع صحه نريد هذا الحل يسوون لنا اياه. بالعكس احنا نريد نخدم الناس، راح نتواصل مع صحه الكرخ ونشوف شنو هذا الموضوع حتى يحلوه. المواطن له حق والموظف له حق، بالحالتين هم اصحاب حق، وبالتالي المسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وينك الراعي انت؟